بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وصلت شهادتي، وصلت شهادتي الأصلية من الجامعة، وصلت شهادة المحامي الأستاذ سعد ناصر المرشوي. نعم، يا ولدكم يا الفاسدين، يا ولدكم يا المفسدين، جايكم المحامي سعد ناصر المرتوي. سعد يحيى سعد، سعد 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 يحيى سعد، سعد سعد يحيى سعد، سعد سعد يحيى سعد، سعد سعد يحيى سعد، اوبا سعد سعد يحيى سعد، 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 وهذا كل اللي صار يا بشار. شوف، اول ما تخلص اكل لازم تروح تشوف امك. اكيد بروح لها، توني مكلمها هي وبدر، بس خل نشوف الدنيا، خل نشوف الهواء، خل نشوف الناس. محقور صار لي سنه بين اربع طوف. انت شنو ما تشتاق حق امك؟ لا مشتاق لها، عاد تدري والهان عليها هي وبدر. ما اشتقت حق ولدك ناصر؟ شو ما اشتقت؟ ولدي ناصر العزيز الغال، شو ما اشتقت؟ وامه ما اشتقت لها؟ امه اول ما مسكوني هدتني وراحت بيت امها. لا هاي السجن تطلب الطلاق. انا اعرف شلون اراويها.